صادقت لجنة التراث العالمي خلال دورتها 39 المنعقدة حاليا في مدينة بون الألمانية على قرار تسجيل موقع المقطس الذي عمد فيه السيد المسيح عليه السلام على لائحة التراث العالمي. وجاء اتخاذ هذا القرار لكون المقطس الذي يقع شرق نهر الأردن أحد أقدس المواقع المسيحية في العالم، كما أنه يمثل شاهدا حيا على حقبة تاريخية وممارسة شعائر دينية ما زالت قائمة في الموقع حتى اليوم. وقال مدير عام هيئة موقع المقطس المهندس ضياء المدني إن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لبذل كل الجهود من قبل مجلس أمناء هيئة المقطس برئاسة سمو الأمير غازي بن محمد للحفاظ على الموقع وتعظيم قيمته الدينية والتاريخية عالميا، ومن أجل دعم ثقافة وتراث الوئام بين الأديان.